للكركم. أمي الحين هذا تليفونك لما البارح حاشر الدنيا، وانا على بالي صوتي جاي من حجرة مريم ولا حجرة ميري. سبحان مغير الأحوال، شو نازل إليك؟ أنا برا التريات. ميري ميري يبي لي العباة. وين سايرة؟ بسير مخالد ترياني برا، بسير البيت. زين عيل سلمي عليها سلام وايد. ان شاء الله ان شاء الله يبلغ يبلغ. حياة الله خالتي، توا ما نور البيت، تفضلي. هاي يحييك يا ربي. بس الحين الضيف يجلس في المجلس ما هي المطبخ. اول شيء خالتي انت مو ضيف البيت بيتك، ثاني شيء عندي مفاجأة غاوية. شو المفاجأة؟ بس بخبرك بعدين. أول شيء مزهبت لك أشياء حلوة. تعي أول شيء ذوقي من هالأشياء الغاوية. تعي ذوقي منها. شكله ينوكل. شكله. كلي كلي أنت بس. الله يهديك بس. حد يحط بالله عليك الخاشوقة هني على الطرف عشان تطيح. شوفي كيف خيس المطبخ، خيس خيس الدنيا الحين. ما عليه عادي، هدي أعصابك أنا اللي بنظف. ما عليه. هذيك شيء حلو. هدي أعصابك، هدي أعصابك. شو ها؟ شو ها؟ داك داك أبيض، هذا شو؟ ها واحد جديد، حتى هند تستعمله. إيه. تحمله يا؟ لا تطيحين شيء ثاني. شيء جديد ها؟ هي شيء جديد، حلو لا؟ لونه؟ عيبني لونه عشان شي شنيته. روحي ريحته خالتي، شوفي ريحته حلوة غاوية. هو هذا مو بالأكل، مو بالأكل ها؟ ايه. وايد حلو. تعرفين وايد عيبني الهريس تي في كواب صغيرة، وها وايد روعة صراحة. هي الحمد لله عيبك. زين ما قلتي لي الحين شو المفاجأة؟ الحين خالتي بخبرك الحين شو المفاجأة. صغري علي. هي مفاجأتي لك الله يسلمك خالتي. تعرفين الطباخة منال؟ هي مسوية مسابقة، اللي يبتكر طبخة شعبية يكون فيها لمسة عصرية بتفوز بجائزة غاوية. منال؟ هي هي بينا لا؟ يلا يلا عيل يلا، ما نبغى نوقف. يلا يلا خلينا نسوي شيء. ها صورتي؟ هتحطيني في الانستغرام؟ مصور مصور. اساعدك شوي. غاوية الصوت. والله خالتي ما طلعتي انت هينة صراحة. خطيرة. طرشيها حق الطباخة منال. طالع سوت لي لايك. منال سوت لي لايك. يا سلام. ولا وزين قتلت. ان شاء الله الله يسمع منك.